هذه هي أسباب تعادل منتخب الجزائر اليوم أمام منتخب بوركينا فاسو. لعبت المباراة في الساعة 2 ظهراً في مدينة بواكي، وبلغت درجة الحرارة في وقت المباراة 35 درجة مئوية، وتجاوزت نسبة الرطوبة 40%. وهذه الظروف الصعبة أثرت على أداء اللاعبين من الجانبين، حيث كانوا يعانون من التعب والإرهاق، كما أن الكرة كانت تتحرك بشكل أبطأ بسبب الرطوبة، مما جعل من الصعب على اللاعبين السيطرة عليها. كما لعب المنتخب البوركيني بأسلوب دفاعي تكتيكي، حيث ركز على إغلاق المساحات أمام لاعبي الجزائر، كما أن الفريق كان يلعب بكثافة في وسط الملعب، مما صعب على الجزائر بناء الهجمات. ورغم أن هذا الأسلوب الدفاعي كان فعالاً في البداية، إلا أن الجزائر تمكنت في النهاية من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51، كما ارتكب لاعبو الجزائر بعض الأخطاء الدفاعية، مما أدى إلى هدف بوركينا فاسو. ففي هدف بوركينا فاسو الأول الذي سجله محمد كوناتي في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، ارتكب لاعبو الجزائر خطأ في تشتيت الكرة، مما أتاح الفرصة أمام كوناتي لتسجيل هدف بسهولة. أما هدف بوركينا فاسو الثاني الذي سجله برتران تراوري في الدقيقة 71، فجاء من ركلة جزاء بمساعدة تقنية الفيديو المساعد. ورغم هذه الأخطاء الدفاعية، إلا أن الجزائر تمكنت في النهاية من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بفضل نجمها بغداد بونجاح. وعلى الرغم من التعادل، إلا أن الجزائر حافظت على آمالها في التأهل إلى دور 16 من البطولة، حيث ستلعب أمام موريتانيا في الجولة الثالثة، وهي المباراة التي ستكون حاسمة بالنسبة لهما. فبرأيك، هل هناك أسباب أخرى لتعادل المنتخب الجزائري؟ شاركنا في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.